طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صاحب الجلالة والبهاء، السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. بمناسبة اختتام أشغال الدورة العالية لمجلس عمالة فاس لشهر يناير 2019، يتشرف خادم الأعتاب الشريفة الحسين العبادي رئيس مجلس العمالة أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس وعن الموظفات والموظفين وسائر ساكنة العمالة أن يتقدم إلى المقام العالي بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأسمى عباراته الوفاء وأزكى آيات الولاء والإخلاص، معرضين لجلالتكم عن تعلقنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد وولائنا الخالص لقائد البلاد الهمام رمز السيادة والوحدة والكرامة، الساهر على رقي المغرب، المجدد لمفاخره وأمجاده، الحارس الأمين على شخصيته وهويته وكيانه. مولاي صاحب الجلالة، وإننا يا مولاي لتغمر شعبك وتغمر شعبكم الوفي مشاعر السعادة والاعتزاز وهو ينظر إلى المشاريع الضخمة والمهيكلة التي تشرف عليها جلالتكم، ترعونها رعاية شاملة ودقيقة وتحرصون على إنجازها وفق ضوابط ومعايير محددة تجعل بلدنا الحبيب يحوز بها مكانة الرياضة وقصر الصدق على الصعيدين العربي والإفريقي وتضعه في موضع التميز والفرادة بين تلك البلدان، مع ما يواكب هذه المشاريع ويصاحبها من تعليمات وتوجيهات إنسانية للجهازين التشريعي والتنفيذي تتعلق بضرورة إيلاء الجانب الاجتماعي، الرعاية الخاصة والاهتمام الكبير الذي يوازي ما تحظى به هذه الفئة من الشعب المغربي لدى جلالتكم من كبير عطف ونبل مشاعر تجاهها. ولهذه الغاية دعوتكم في خطابكم الثاني بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية ومقاولات المواطنة، كما دعوتم إلى وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة أو من خلال إطلاق شركات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. وهذه رؤية تنم يا مولاي عن بعد نظر وسداد رؤي في تدبير الجانب الاجتماعي ومعالجته قل نظيره في الاقتصاديات العالمية. حفظكم الله يا مولاي وأعز أمركم وخلد في الصالحات ذكركم وحقق على يدكم الشريفتين ما تنشدونه لهذا الوطن العزيز من رفعة وسؤدد وازدهار، ويرزقكم موفور الصحة والعافية، وأن يقر عينكم بمولي العهد صاحب سمو الملك الأمير مولاي الحسن، ويشد أزركم بصاحب سمو الملك مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء وبالاستجابة جدير. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. فاس 21 جمادى الأولى 1440 هجرية موافق 22 يناير 2019 ميلادية، خادم الأعتاب الشريف الحسين العبادي رئيس مجلس عمالة فاس.